السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائنا الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات للصف 11 للمسارين العلمي والتكنولوجي. عنوان درسنا لهذا اليوم هو المعادلات المثلثية الجزء الثاني. سوف نتعلم في هذا الفيديو حل معادلات مثلثية على مجال محدد. نذكر بخطوات حل معادلة مثلثية. الخطوة الأولى: عزل النسب المثلثية في أحد طرفي المعادلة. الخطوة الثانية: إيجاد الزوايا المرجعية باستعمال معكوس النسب المثلثية أو باستعمال الحاسبة إن لم تكن من الزوايا الخاصة. الخطوة الثالثة: تحديد الربع أو الأرباع الذي يقع فيه ضلع انتهاء الزاوية وإيجاد قيمته. والخطوة الرابعة: تحديد جميع الزوايا المتطارفة مع الزوايا في الأرباع ضمن المجال المحدد. المثال الأول، مثال 2، صفحة 197. أوجد حل المعادلة المثلثية 6 sin theta equals 3 sin theta plus 2، حيث theta greater than or equal 0 and less than 2 pi. الحل: الخطوة الأولى، نقوم بعزل sin theta وبطرح 3 sin theta من طرفي المعادلة، نحصل على 3 sin theta equals 2، وبقسمة طرفي المعادلة على العدد 3 ينتج أن sin theta equals 2 over 3. الخطوة الثانية، استعمل الحاسبة لإيجاد الزاوية المرجعية ثيتا داش. إذن ثيتا داش equals sin inverse of 2 over 3. الآن نستخدم الحاسبة لإيجاد قيمة ثيتا داش، فنضع على الحاسبة sin inverse of 2 over 3 فيكون الناتج 0.73 راد. الخطوة الثالثة، حدد الأرباع التي تنتمي إليها الزاوية ثيتا وقياسها. الآن كيف سنحدد الأرباع التي تنتمي إليها الزاوية ثيتا؟ لاحظ عزيزي الطالب أن جيب الزاوية هو موجب. الآن انظر إلى هذا الشكل، في أي ربع من الأرباع يكون الجيب موجب؟ نلاحظ في الربع الأول موجب وفي الربع الثاني أيضا موجب. إذن ضلع انتهاء الزاوية يقع في الربع الأول وفي الربع الثاني. الآن في الربع الأول لاحظ هذه هي زاوية المرجع ثيتا داش، وفي الربع الأول تكون ثيتا equals ثيتا داش. إذن ثيتا equals ثيتا داش، ومنه ثيتا equals 0.73. الآن في الربع الثاني لاحظ هذه هي زاوية المرجع وهذه هي الزاوية ثيتا، وثيتا equals باي ماينس ثيتا داش. إذن ثيتا equals باي ماينس ثيتا داش. الآن نضع مكان ثيتا داش قيمتها وهي 0.73، وبإجراء هذه العملية باستخدام الحاسبة يكون الناتج 2.41. الآن الخطوة الرابعة، يجب أن نحدد جميع الزوايا المتطارفة، وذلك بإضافة مضاعفات أعداد صحيحة للدورة 2 باي لقيم ثيتا. إذن الحل العام هو 0.73، ونضيف له مضاعفات أعداد صحيحة للدورة 2 باي أو 2.41، ونضيف له مضاعفات أعداد صحيحة للدورة 2 باي، حيث k هو عدد صحيح. الآن لإيجاد الحل في المجال في الفترة من 0 إلى 2 باي، نعوض مكان k 0. سنعوض هنا مكان k 0 وهنا أيضا مكان k 0، فيكون الناتج ثيتا equals 0.73 أو ثيتا equals 2.41.
إذن حلا المعادلة في المجال من 0 إلى 2 باي هما ثيتا equals 0.73 أو ثيتا equals 2.41. ونريد التنويه هنا أننا عوضنا مكان k 0 فقط ولم نعوض مكان k 1 أو negative 1 وباقي الأعداد الصحيحة، لأنه لو عوضنا مثلا مكان k 1 سينتج الحل 0.73 plus 2 باي، وهذا الحل سيكون خارج المجال المحدد من 0 إلى 2 باي، وبنفس الشيء ل k equals negative 1 وباقي الأعداد الصحيحة. تمرين رقم 7 صفحة 203، أوجد قيمة ثيتا للمعادلة المثلثية 0.25 كوساين ثيتا plus 1 equals 1.5 كوساين ثيتا في الفترة من 0 إلى 2 باي. عزيزي الطالب، قم بإيقاف الفيديو وحاول أن تحل السؤال. وللتحقق من الحل تكون الإجابة كالتالي: الخطوة الأولى سنقوم بعزل كوساين ثيتا، إذن 0.25 كوساين ثيتا plus 1 equals 1.5 كوساين ثيتا. الآن بطرح 0.25 من طرفي المعادلة نحصل على 1 equals 1.25 كوساين ثيتا، وبقسم الطرفي المعادلة على 1.25 يكون كوساين ثيتا equals 0.8. الخطوة الثانية، استعمل الحاسبة لإيجاد الزاوية المرجعية ثيتا داش، إذن ثيتا داش equals كوساين انفرس 0.8 equals، وباستخدام الحاسبة يكون الناتج 0.6 راد. الخطوة الثالثة، حدد الأرباع التي تنتمي إليها الزاوية ثيتا. انتبه عزيز الطالب، جيب التمام هنا موجب، إذن سيكون ضلع انتهاء الزاوية يقع في الربع الأول وفي الربع الرابع. الآن في الربع الأول كما نعلم ثيتا equals ثيتا داش، إذن ثيتا equals 0.6. في الربع الرابع ثيتا equals 2 باي minus ثيتا داش، سنضع مكان ثيتا داش قيمتها وهي 0.6، إذن ثيتا equals 2 باي minus 0.6. نجري هذه العملية باستخدام الحاسبة فيكون الناتج 5.7. الخطوة الرابعة، سنحدد جميع الزوايا المتطارفة، وذلك بإضافة مضاعفات أعداد صحيحة للدورة 2 باي لقيم ثيتا، إذن الحل العام 0.6 plus 2 باي كي أو 5.7 plus 2 باي كي، حيث كي هو عدد صحيح. لإيجاد الحل في المجال من 0 إلى 2 باي نعوض مكان k 0، وبالتعويض مكان k 0 هنا وهنا تكون ثيتا equals 0.6 أو ثيتا equals 5.7. إذن حلا المعادلة في المجال في الفترة من 0 إلى 2 باي هما ثيتا equals 0.6 أو ثيتا equals 5.7.